نوصل سوا الى اخر محطه بعالم الصباح. الشيف حسين يعني اليوم عن جد ابداع، واكلات كثير بنحبها ورشه ملح. يعني ما تصور واحد ما بيحب الدجاج وبطاطا، شايفه عن جد بالاخص الصلصه اللي رح احضرها هلا. اي صلصه ليك شو رح احضر صلصه. رح احط انا مرقه الدجاج، المرقة اللي سلقنا فيها للدجاج. اوكي. رح احطها هون قدامنا. شوي. اوكي. ورح جيب كمان خل. اوكي. رح ما كثير. اه بس اوكي. ورح احط دبس الرمان. اوكي. هول كلهم سوا حطيتهم مع بعض. ورح اغليهم على النار. طبعا غادة فيني احط معهم عصير حامض، ما عندي أي مشكلة. اوكي. طيب هلا دبس الرمان طيب كثير، بدك تحطهم فوقهم بعدين هيك؟ هيدي الطبخة صارت جاهزة بنشيلها على جنب. في شيء ثاني هون. هون. اوكي. اوكي، هون بتركهم لحتى يغلوا، بعد ما يغلوا بنحطهم على الوجه. اوكي. بس ما في عندنا شيء بيمنع، بدنا نجيب الصحن ونبلش نسكب الدجاج. تفضل. رح ساعدك شيف. يلا. انه لو ما اجى انا لهون كيف بدك يعني تخلص حق؟ مش معقول. منيح اللي جيت تساعديني. هاي ريحتهم تشهي كمان. واللي اطيب هي البطاطا كمان. بطاطا، بس البطاطا هون ما بتقلي انه اللي اكتشف البطاطا انسان كثير عظيم. انسان عظيم جدا. اوكي. كمان. بحطها هيك بهالشكل. اوكي. بعد في عنا حبة هول البطاطا نشيل. يا. كمان بنوزعهم. بنوزعهم. بهالشكل. بس بعد في عنا الصلصة اللي هي على النار مع دبس الرمان. صلصة دبس الرمان والخل. بنحطها آخر شيء. اوكي. يلا بس اوكي. مكان شو بعد في عندنا وصفات؟ السلطه خلصت. وين الحلو؟ الحلو بعد في عندنا الحلو. الحلو ما اهم شيء. يلا ما بنكون عملنا شيء ابدا. الحلو كمان صار جاهز عندنا الحلو. اوكي ليكي شو راح يصير. ولا ملح ولا شيء هون، خلص هيك. ايه صوص خلص. هول الحلو بنشيلهم من الصينيه، ما فوتهم على الفرن، هول انا حاططهم بالبراد بس. اوكي برجع بعيد لكل المشاهدين. بس انا حضرت صلصه اللي هي عباره سكر بودره وزعفران وحليب. خلطتهم مع بعض، حصلت على صلصة. أوكي. جبت الشعيرية، الشعيرية كسرتها. أوكي. ونقعتها بهيدي الصلصة. بعدين جبت وراق الكب كيك، سكبتها وراق الكب كيك، تركتها مفرغه من النص لحتى نقدر نحشيها. هيدي هي كل عمليتنا. ما راح تفوت على الفرن هي ابدا؟ ايه ما راح. لا لا ما راح تفوت على الفرن. فقع. رح اجي شو راح اعمل هون كمان بدي اعذبك مره. تفضل. رح جيب معلقة حط الكريمة بالكيس. طبعا بدي بلش اسكب الكريمة على وجهها. اوكي يا يا بسكبها بهالشكل. بعرفك كريم. ايه اوكي. ما تتداخل علينا. مش بهاي بدك تتداخل، فيك تتداخل بغير شيء بس بهاي. واو. شو رأيك؟ عظيم، كثير مهضومين. إنه نحن بنعرف هيك أشياء عادة لازم إنه يوم بالفرن يا مقلي يا. ليكي هون شو عامل؟ عامل صحن ثاني كمان. يلي هو شو حط؟ نفس الشيء. نفس الشيء هيك. بس هون عملتها بقالب كمان بقدر أعملها. اوكي
اوف اوكي ما نحط شيء على الوز؟ ايه في عنا نحط حبة فستق كمان شو رأيك؟ عزيزي. بس فينا نحط كمان بعد شغلة هيك شوي كمان فستق حلبي نحطهم بهالشكل اوكي مش غلط ابدا فيني اجيب كمان لك شو فيني اعمل شو بعد؟ اوكي شوكولا؟ اوكي فيني بينهم هيك حط معها كمان شوكولا خليها اوكي شو بدك حط هون؟ حط مش رح كتر ايه لانه صغار اوكي جريت عازمين طيب هون عازمين الصلصة صارت جاهزة كمان الصلصة رح اجي بعد في شيء بتاني طنجرة يلا رح نسكبون هيدي الصلصة كمان حطيتها بهالشكل اوكي اوكي بضل في عنا الفريكة الفريكة كمان شو عملنا مع الفريكة؟ الفريكة رح اقدمها انا مع الدجاج كنت محضر رز لقدم معه رز بس لقيت في عندي فريكة ما في داعي للرز هي اطيب كمان صح شو أوكي. حطيت جوا؟ حطيت بصل قليت بصل بزيت الزيتون ضفت لقلون الثوم الفريكة بعد ما كنت نقعها 30 دقيقة نقعتها وضفتها لقلون حطيت معهم رشة فلفل اسود رشة كمون رشة قرفة وزعفران يعني اليوم عندي الزعفران داخل بوصفتين بالفريكة داخل وايضا داخل بوصفة الحلو هيدي الفريكة صارت جاهزة كمان مع اطباق لكن فيني احط لها زبيب مش طيبة مع زبيب فيني احط لها زبيب فيني احط لها قلوبات فيني احط لها فستق حلبي ما عندي مشكلة عندي وصفة عندي اثنين عندي ثلاثة وعندي اربعة انا هيك غادة بدي اقول لكل المشاهدين وصفاتنا لليوم ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابهم بدي اقول لهم الف صحتين ونترككم بكرة كمان الساعة 10 بكرة في عنا وصفات سمك مثل كل نهار اربعة بس بكرة حضروا سمكاتكم كمان يكونوا كبار شوي مش يكونوا صغار يكونوا كبار بدنا نعمل شيء له علاقه صح هيئته كثير بكره الاكل رح يكون طيب ميرسي لك شيف كمان بكره عندكم فقرات عديده وضيوف رح تقدروا تترافقوا معهم بخلال عالم الصباح ابتداء من الساعه 10 بقيت نهار كثير حلو بتمنى لكم مشاهدينا لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوماء انت حدودك هالارض وانا حدود السماء بدك سوا نتلاقى وابقى الك مشتاقة نمشي على نفس الطريق واشياء بسيطة كتير ما بتقدر تفهمها ولا بمئة سنين قادر تتعلمها لازم تفهم علي من النظرة اللي بعيني حبيبي انت وصديق كيف بدي اشتاق لك انا واقول لك حبيبي والنجمة فوق قلب السما اكتر قريبي منك الي وانت ما